سلام المسيح إخوتي متابعين قناة سات سيفن المسيحية. أدعوكم للصلاة معي من أجل القدس في ظل الأحداث الأخيرة التي تمر بها بلادنا. لكن لنصلي من أجل القدس. يا رب نصلي من أجل هذه المدينة. هذه المدينة يا رب التي وطأتها أقدامك يا رب قبل 2000 سنة. هذه المدينة يا رب اللي في التل اللي خلفي تماما صلبت يا رب فيها. وعطيت يا رب نفسك ذاتك حتى لا يهلك كل من يؤمن بك بل تكون له الحياة الأبدية. صلي يا رب حتى فعلا يا سيد رب تعطي حماية وتعطي سلام وتعطي رعاية وترسل بركتك على أرضنا. أنت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. أنت رب السلام. أمطر على هذه الأرض بسلامك يا سيدنا القدوس. وأيضا يا رب قوي كنيستك في القدس وفي كل مكان حتى في الأوضاع الصعبة تكون شهادة حية عن نورك عن محبتك لكل إنسان. أنت تحب كل إنسان يا ربنا المبارك. نصلي من أجل القدس، نصلي من أجل سلامة القدس. آمين.